السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا الغاليين. مثل ما عودناكم بتغطية كل جديد في عالم السيارات جديدا لليوم من قلب الصانع الياباني نيسان، جيناكم بنيسان صني موديل 2020. الشكل الجديد متغير بشكل كامل، صارت أقرب وأشبه لأخواتها نيسان ألتيما ونيسان ماكسيما، صارت في الواجهة الأمامية أقرب لأخواتها، أكيد صارت أجمل من السابق بكثير. تفاصيل المحرك أتحسن عن السابق بكثير، الجير صاير سيفيتي، يعني كل المميزات صارت موجودة في الموديل الجديد. نستعرض مع بعض تفاصيلها بشكل كامل. قبل ما نبدأ هذا التغطية أتمنى منك الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، بالإضافة اكتبون لقناة التعليقات أراكم بشكل كامل عن نيسان صني في قناة التعليقات، وش انطباعكم عنها ووش رأيكم في الشكل الجديد لنيسان صني. أنا عن نفسي الشكل جميل، مواصفات جميلة، صارت أشبه بالسيارات السبورت. طبعا أغلب سيارات نيسان بس إكسترا الماكسيما بالإضافة للألتيما جاية شكلها كنا سبورت، فهذه الحين دخلت تحت القائمة وصارت ضمن المحسوبات من سيارات السبورت. نبدأ تفصيلنا في الواجهة الأمامية، أكيد تغيرت بشكل كامل الشكل السابق. نزلت عنا تقرير وداع نيسان صني تقريبا في رمضان، وهذا الشكل بالتحديد تقريبا نازل له شهر أو شهر وعليها، يعني على أيام الحظر الجزئي، فما كان لنا فرصة إننا نصوره، لكن أتيحت الفرصة في الوقت الحالي. زرنا نيسان في مدينة جدة واستعرضناها بشكل كامل. لأغلب سيارات نيسان استعرضنا مواصفاتها، فوقفنا عن نيسان صني الجديدة. محرك صاير 1600 سي سي، الجير صاير سي في تي. هذه الواجهة الأمامية أقرب لنيسان إكس ماكسيما وأقرب لنيسان صني. أصغر سيارات نيسان طبعا هي الصني، جاي بلونها بيانو بلاك، بالإضافة لشريط من الكروم متوسطها، متوسط الشبكة الأمامي شعار بترومين أو شعار نيسان بشكل كامل، وبالأسفل فتحة التهوية. الإضاءة جاية LED نهارية جنوط، بالإضافة لإشارات بالمرايات طبعا دخول بالمفتاح بدون زر، هذا من الجنب. المرايات أسفل المرايات جاية بلون الأسود وفيها إشارات، المرايات جاية بلون السيارة، مقابض بلون السيارة، الخطوط اللي باللون الأسود منتشرة في كامل السيارة، منتشرة في السيارة بشكل كامل. بالخلف شعار نيسان وأربع حساسات خلفية والدفيوزر، سيارة انسيابية أشبه بالسيارة الانسيابية، فحاجات جميلة مضافة فيها إضافات جميلة. بنشوف مع بعض تقييم الاستهلاك فيها، صاير جدا ممتاز، يعني ما هو ممتاز ممتاز وبلاس حتى. أعطونا تقييمكم للسيارة من 10. طبعا أنا تقييمي لها نوعا ما مناسب، 5 من 10 أشوفها مناسب. طبعا أقول لكم ليش أعطيتها 5 من 10، المفروض تكون أعلى من 5 لكن أشوف 5 من 10 مناسب. كلت البنزين بمشيك 19.3 كيلو، التقييم ممتاز بلاس، بنزين 91، حاجات معززة في نيسان صني. غير سي في تي، المحرك 1600 سي سي، دفع أمامي سيارة سيدان 5 أشخاص. طبعا مواصفاتها بشكل كامل، هذه مواصفاتها، اللي حاب يعرف تفاصيلها 118 حصان والعزم 130 نيوتن، بالإضافة هذه تفاصيلها بشكل كامل. إضاءات فيها هيلوجين، فئة الاس في، فئة الوسط النصف فل، هذه هي بالداخل. طبعا ليش قلت 5 من 10؟ للأسف ما فيها تكاية، لو أنها كانت بتكاية كانت أفضل، يعني كانت أخذ 6، أو يعني مو عشان التكاية تنزل 2%، لا، حاجة مهمة ترى، التكاية مهمة جدا، يعني مو معقولة أنت ماشي في طوال الطريق تتعامل كأنك راكب في أتراج سيارة أصغر منها في الحجم،
طبعا نيسان اكستريل تنافس بالدرجة الأولى المعبر، لأني توني مصور نيسان اكستريل فملخبط في المسميات. نيسان صني تنافس بالدرجة الأولى تويوتا يارس وكيا ريو، بالإضافة لهونداي أكسنت، أي هونداي أكسنت بالإضافة لي بالأخير هوندا سيتي. كانت بالسابق تتميز بالمساحة الداخلية، يعني كانت تيجي كأنها شكل بيضة وكذا، مساحتها الداخلية كانت بشكل أجمل من الوقت، من الشكل، مو بشكل أجمل، لا كانت بشكل أوسع، نقول كانت بشكل أوسع من المساحة الحالية. حاليا إيه نعم، السيارة تعطيها طويلة، مو بشكل البيضة وكذا، تعطيك مساحة داخلية، يعني حتى اللي يقعد في المرتبة الخلفية يحس كذا بيوسع أكبر. لا الحين السيارة تعطيك طول لكن ما تعطيك وسع، فأضربها هنا وأضربها هنا تطلع نفس المسألة حسب ركاب الدرجة الثانية أو حسب الركاب في المرتبة الثانية، كبير صغير متين نحيف، هذه كلام مقاييس. المراية جاية عادية ما فيها التعتيم ولا حساس للمطر بحكم سعرها وبحكم انها نيسان صني. اكيد مهما السيارات اليابانية طلعت او نزلت او رخصت او 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 الى اخره، لكن الجودة، مسألة الجودة عندهم الف خط وخط، الجودة والكواليتي حاجة ما يلعب فيها. اي نعم نيسان صني، لكن شايف الجودة، جودة البلاستيك او جودة المواد المستخدمة في السيارة مناسبة، عندهم الجودة مسألة خط احمر. أوامر صوتية، تحكم بالدركسون، تحكم بعدد الرحلات، ميزة جديدة الإضاءة فيها أوتو، حاجات جميلة، دعاء السفر. في النهاية بشكل سريع، أرباقات أمامية للسائق والراكب، نظام الـ ABS والنظام ثبات إلكتروني، كل هذه الأنظمة موجودة، نظام الأمان في السيارة موجود بشكل جميل. في النهاية أتمنى التغطية نالت على إعجابكم، مساحة تخزين هذه طبعا استغلال المساحات مناسب، ولو إنهم استغلوا مساحة التكاية بالوسط كان بشكل أفضل، أخذ التقييم أفضل من تقييمها الحالي. سعرها 70,000 ريال، هذا نيسان صني، أي فئة هذه؟ سعرها 70,000، مسألة السعر مثل ما قلنا، تقدر تراجع الوكيل اللي موجود بمنطقتك ويفيدك في مسألة السعر بشكل عام. بالنسبة للسعر ماني متأكد منها، لكن الواضح انه عليه 70,000 ريال. فإذا تحاب تعرف تفاصيل بشكل أكبر عن السعر، زور أقرب فرع لك في منطقتك، بإذن الله ما يقصرون معك، وإذا كان في خصومات أو عروض بيعلمونك فيها بشكل كامل. هذه التغطية كانت برعاية صالة التركي للسيارات بمكة المكرمة، وبالنهاية مشكورين صالة بترومين في مدينة جدة بالتحديد في أوتومول على إتاحة هذه الفرصة لتصوير السيارات اللي موجودة بصالة العرض. مشكورين، متفضلين، في أمان الله.